صباح اليوم الجمعة 13/20/2020، برحب فيكم مشاهدينا وإن ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. حلقتنا مميزة وفقراتها عديدة، برج اليوم مع جمانة وهبة، اتصال مع غرفة عمليات التحكم المروري لنعرف أكثر عن وضع الطرقات، على الشاشة مع دوري السابا يلي رح تخبرنا عن أطفال انشهروا من وراء أدوارهم بالسينما، لنعرف أكثر عن وولد ديزني رح يكون معنا لؤي مليس مباشرة من لوس أنجلوس ليخبرنا كيف قدر يحقق حلمه، لنعرف أكثر عن آيليد معنا رانيا حايك رحمة ومصطفى الزين، ومعهم رح نحكي عن تطوير الهوية، التواصل والتأثير للمنظمات الغير حكومية. أما ضيوف هالحلقة فعندهم عالمهم الخاص ومميزين كل واحد بمجاله. نسرين أزي رح تسمعنا الجاز على طريقتها، ميا ماريا بصيبس ويورجو الهيبة أبطال لبنان بالتشاتشا والسامبا، حساب الفوري مع العب قري راي رموز، جول أشقر رح يسمعنا أحلى أغاني الزمن الجميل، آيا وناي نعيم رح يعرفونا على موهبة غريبة وفريدة من نوعها، ريتا عنتر رح تدق على الهارمونيكا، وكمان رح يكون معنا يوري نصر الدين يلي عالمه ما بيشبه عالمنا، وأخيرا آخر أخبار وتحليلات الصحف والحدث مع كاترين حنا. مع كل يوم جديد نرفع ايدينا للسماء ومنقول يا رب، يا رب يحمل هالنهار اشراقة امل جديدة، يا رب تنزل قطرات الخير مش بس حتى تسقي مواسمنا، كمان حتى تغسلنا من مصايب الدنيا وهمومها. اذا كان حصاد بكرة من زرع اليوم، خلونا ننسى شو زرعنا ونعتني بالسنابل الطرية تيحمل حصاد الغد الخير والتغيير. أولادنا هن زرعنا، هن بذرة اليوم يلي رح نعتني فيها حتى تزهر ثمر جيد يغذي مستقبلنا. بدعيكن نشوف بعيون أولادنا، لأنه عيوننا عميتها ريح البشاعة والأنانية. خلونا نعلمن أن ودود الفساد بضل ينخر بأساسات البيت لغاية ما ينهد على رؤوسنا مثل ما صاير فينا، وأكثر من هيك أكل شوك السياسة اليابس جنى أعمارنا. حلقتنا اليوم أشبه بالسهول الخصبة يلي جايين نرش فيها بذور صالحة نحصدها محاصيل خير على بيادر الوطن. عن جديد صباح الخير مشاهدي تلفزيون جديد، وين ما كنتوا عم بترافقونا وعم بتتابعونا، رح كون معكم لغاية ساعتين من الوقت بحلقة كتير خاصة كتير حلوة، رح نشوف فيها مستقبل أولادنا، رح نشوف فيها أولادنا كيف بيفكروا بهيدا البرد، رح نتعرف على كل مواهبهم، رح نعيش معهم هالساعتين من الوقت بعالمهم مش بعالمنا. البداية رح تكون مع برج اليوم وجمانة وهبة. خير، واليوم 13 نوفمبر 2020، وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، مهنيا عم تشعر بتجاوب الجميع معك في العمل، ولربما تعاني من أداء أقل سرعة من أدائك، والفلك عم يتحدث عن بعض المشاكسات السطحية مع الزملاء. وأما عاطفيا فالوقت مناسب لتسوية الخلافات والاختلافات بعلاقتك مع الشريك، ولربما تباشر بتحسين أسلوبك معه لكسب قلبه. مولود برج الثور يلي كمان عم نشوفه مهنيا عم يشعر بأنه الحمل الثقيل عليه في العمل، والفلك عم يتحدث عن بداية جديدة رح يعزز من خلالها أوضاعه وطموحاته المالية لاحقا. وأما عاطفيا قد تحتاج علاقتك مع الشريك للرعاية والاهتمام أكثر من باب الاحتفاظ بخط الرجعة معه. وأما العازبين، ديمومة العلاقة ليست بالتخلي وتجاهل مشاعرك تجاه من تحب. مولود برج الجوزاء يلي كمان عم نشوفه مهنيا لربما يحصل على تأكيدات ووعودات شفهية مرتبطة بقضايا مالية مهنية سوا، والاختيار لن يكون صعب عليك في العمل. وأما عاطفيا يبدو أن الشريك غير متقبل كثرة الملاحظات ضده، ولكن الوقت جدا مناسب لحماية العلاقة من أي توتر أو سوء تفاهم.
مولود برج السرطان، تبدو مواقفك ملفتة في محيطك المهني، ورح تنجح في صنع علاقات جديدة عن طريق فرصة عمل أو تواصل مع جهة غريبة عنك. وأما عاطفيا، ما تحاول إظهار سيطرتك على الشريك مهما كانت الأسباب والمواقف، والأجواء تبدو قادمة على تحسن إيجابي مستقبلا. مولود برج الأسد، قد لا يكون بإمكانك العودة إلى محيطك المهني براتب أعلى في الوقت الحالي، ولربما يتوقف الأمر على أدائك وذكائك في التفاوض. وأما عاطفيا، يبدو أنك متخوف من قرار التوقف عن متابعة وملاحقة تفاصيل الشريك، وكأنك عم تتمنى تجاوبه معك، وكمان كأنه من بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت بيناتكم. مولود برج العذراء، يبدو أنك متحمس للتغيير ومتخوف منه بنفس الوقت، والفلك عم يتحدث عن ساعات طويلة في العمل عم تأذيك نفسيا ومعنويا، ونصيحتنا تبدأ بالتغيير من دون تردد. وأما عاطفيا، قد تعود لدوامة الخلافات أو التوترات مع الشريك، ومشاكلك القديمة معه ما زالت معلقة بدون حل جذري. وأما العازبين، توقعوا قرار قريب. مولود برج الميزان، ابتعد عن السهر قدر المستطاع. وأما مهنيا، فالفلك عم يتحدث عن نوع من الشتات في الخطوات أو القرارات في العمل، ويبدو أنك قلق جدا من المتغيرات القادمة. وأما عاطفيا، لربما تعيش أجواء من التخمينات القاسية بحق الشريك. وأما العازبين، ممكن يكونوا عم يشكوا من غياب الجدية بحياتهم العاطفية. مولود برج العقرب، يلي عم نشوفه حريص على موقعه الوظيفي في العمل، ولن يرضى بأي متغيرات دون المستوى المهني اللي تعود عليه، ولربما يعاني من سوء نوايا الزملاء بمحيطه العملي. وأما عاطفيا، يبدو أنك منزعج جدا من تجاهل الشريك لمشاعرك، ومحاولاتك لمعرفة الأسباب ممكن تاخدك نحو مواقف أكثر تشدد معه. وللعازبين، بنقول لهم أنتم بانتظار حب مفاجئ. مولود برج القوس، الفلك عم يتحدث عن مضايقات بشكل متكرر بمحيطك المهني، وبالأخص مع الزملاء المختلفين عنك بأداء وأسلوب الغير مريح. وأما عاطفيا، عم يصعب عليك إخفاء مشاعرك تجاه الشريك، ولكنك لن تتخلى عن عنادك لمعرفة مشاعره تجاهك وأسباب تقلباته المستمرة. مولود برج الجدي، مهنيا عم نشوف وضعك المهني قد يتطلب منك الحفاظ على ثقة مرؤوسينك في العمل، والفلك عم يتحدث عن تغييرات محتملة بالوجوه والمناصب قريبا. وأما عاطفيا، كأنك عم بتعيش أجواء رومانسية لا تخلو من بعض الانشغالات المهمة يلي ممكن تلهيك عن الشريك. وللعازبين، منقلكم تصالح مع توأم روحكم من بعد تشنج مرقتوا فيه. مولود برج الدلو، يلي كمان عم نشوفه عم يستعيد تفاؤله على الصعيد المهني، والفلك عم يتحدث عن اتفاق ممتاز مرتبط بمحيط سابق أو قد يباشر بعمل جديد بالرغم من بعض العرائيل البسيطة. وأما عاطفيا، كأنك عم تستعيد حب كنت ظنيت أنك خسرته. وأما المرتبطين، فتجاوب إيجابي مع رغبات الشريك يبدو واضحة بهذا النهار. عزيزي مولود برج الحوت، الفلك عم يتحدث عن بعض القرارات الخاطئة في العمل، ويبدو أنك متحمس لاستقبال فرصة جديدة قد تكون مدعومة من جهة مقربة منك. وأما عاطفيا، كأن عم تتحسن الأوضاع على الصعيد العاطفي، ولربما تشعر ببعض الاطمئنانات المبطنة الصادرة عن الشريك، ويبدو أنك ذكي في التحليل والتقاط الإشارات المرتبطة بمواقفه تجاهك. هيدي كانت أخبارنا لهذا النهار. لقونا بكرة بتوقعات جديدة. ضلكم بألف خير، وباي باي. شكرا لزميلي جمانة وهبي. أما هلأ فبنتقل للتحكم المروري مع محمد معتوق، يلي رح يخبرنا كيف حال الطرقات لليوم الجمعة 13 تشرين الثاني. صباح الخير محمد. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. يعني مثل كل يوم عندنا حركة ناشطة أكيد على مداخل مدينة بيروت. نعم. بتتفوت أكيد بسبب الحوادث أو أعطال السيارات أو تسكير طرقات. هلأ نحن عندنا مدخل جنوبي، عندنا حركة سير كثيفه باتجاه الأنفاق المطار بيروت، كان في عطل السيارة تم إزالتها من قبل عناصر مطار السيارة بعدها. نعم. بتحسن تدريجيا باتجاه الأوزيع الكوستا برافا، حركة ناشطة ضد توقف. الخط نازل من الجبل عندنا على المريجات، كان في عندنا حادث سير أدى إلى حركة كثيفه تم معالجته، عم بتحسن السيارة تدريجيا. الخط اللي جاي من الشمال عندنا حركة ناشطة بتبلش يلي تديب نهر الموت حتى الكارنتينا فرن دو بيروت. داخل العاصمة وضواحي العاصمة
حركة ناشطة دون توقف، مع أن أي عوائل تسكر بحركة السير. هذا بالنسبة لحركة السير ضمن بيروت وضوحيها. بالنسبة للحوادث ال 24 ساعة الماضية سجل عنا للأسف 11 حادث نتج عنهم قتيل، حادث صدم محلة الهرمل و14 جريح. السرعة زائدة الرادار سجل عنا 822 محضر سرعة زائدة خلال 24 ساعة الماضية. أكيد نحن عبر رشاشتكم بننشط المواطنين وخاصة الشباب التأيد بالسرعة المحددة على الطرقات العامة وعدم التلهي بالهاتف أثناء القيادة المسبب الرئيسي للحوادث. ونتمنى أكيد عبر رشاشتكم كمان إنه المواطنين مع بدء تنفيذ قرار التعبئة الالتزام بالبيوت، ونحن دائما على تواصل معنا على الخط الساخن 1720 او 112 استفسار عن اي شيء بقرار التعبئة او عن حالة التراب. استاذ محمد، في سؤال كانوا سبق وطرحوا علي كمان بدي وجه لك، انه الاشخاص يلي معهم تصاريح مرور يلي بيشتغلوا بالحقل الاعلامي والطبي وغيرها، هل بيقدروا يتجولوا نهار الاحد ام الاحد هو ممنوع بكل الاحوال على كل الناس؟ هلا هو ممنوع بهذا كل الاحوال. هلا العممت المديري العام لقوى الامن الداخلي هو رقم نجد ال 112 بحالات الاضطراريه او شيء او لسه صار عن حالة التصريح، فيهم يحكوا على 112 مني بيجيبون الجواب الصحيح. شكرا لك، شكرا، يعطيكم الف عافيه. شكرا. اذا هيدي كانت احوال الطرقات للاشخاص اللي جايين على بيروت او ظاهرين من بيروت. اهم شيء انتبهوا على حالكم وما تطلعوا كثير بالتليفونات انتوا عم بتسوقوا. بنتقل للشاشه. ضمن على الشاشة دايما موجودة معي زميلة والصديقة دوريس سابا الكاتبة والمنتجة. دوريس صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. مرسي. اليوم دوريس حلقتي خاصة، حلقتي موجهة يمكن لأشخاص بحبوا هيدا العالم، العالم البريء، العالم يلي منشوف فيه مستقبلنا وشو ناطرنا من بعد 10 أو 15 سنة بهيدا البلد. ومن وحي الحلقة الخاصة اليوم كمان حضرتك اخترتي مواضيع ضمن على الشاشة. ايه، في كيمستري على طول، وهيك بحب كيف منحضر الحلقات أنا وياكي، لأنه هيك على طول لازم تكون كوهيرنت. والسينما عالمه واسع كتير، سو أكيد في كاتيجوري إلها علاقة بالأطفال، وكتير حلو الاندماج الأطفال بالسينما وكيف بيتطوروا وبيصيروا ستارز. يعني اليوم لما قلت لك إنه رح يكون معي هيك ضيوف صغار، بس مستقبلهم أكيد رح يكون كتير حلو ومواهبهم بكل المجالات ورح نتعرف عليهم طيلة هالساعتين من الوقت، حبيت أنه يكون الموضوع عن أطفال بالسينما انشهروا يعني وعرفوا شهرة كتير كبيرة من خلال أدوارهم السينمائية. صحيح، ما بس هيك ماريات، مش بس انشهروا، إنما الفيلم عمل تقريبا حققت نسبة مبيعات عالية من وراء هالأشخاص، لأنه أو هالأطفال، لأنه الدور الأساسي أو الليدينج رول كانوا هني أخدينه. وهيدا شيء كتير مهم وبالذات الوقت كتير قوي، لأنه نحن يعني كتير بيتطلب مجهود، لأنه نحن بنعرف قد ايه التمثيل بيتطلب عمل وطاقة. صحيح. فكيف مع أطفال ويمكن هيدا الشيء بيميز يعني صعب وهين بذات الوقت، لأنه الطفل بيكون أكتر مالياب فلكسبل للكومنتس، بيكون حاطط براسه بس أنه بده يعمل شيء حلو، بس مش أنه هو ما بعرف محطوط مع أكتر يمكن عم بيمثل أو ما بحبه. صح. أو بده يبين قدام المخرج، يعني بس بيكون مركز على العمل، وهيدا الشيء اللي بيميز الأفلام أو إذا بدي أقول الأشخاص يلي نقينا نحكي عنه اليوم. أول فيلم ما بعرف إذا حضرتي لاين، هذا الفيلم هذا الفيلم كتير أثر فيه وقت عمل، وعن جد طريقة عمل الكاستينج للطفل الصغير يلي آخر دور سورو هو صغير، وأكيد بس يكبر بيكون غير ممثل، كتير حلو طريقة الكاستينج. راح المخرج على الهند، ومن بين 2000 طفل قدروا نقوا هيدا الشخص، لأنه قالوا أنه هيدا الطفل بيتميز قد ايه هو عفوي قدام الكاميرا وقد ايه منه متصنع، وما عملوا له كاستنج مثل الكاستنج يلي بينعمل للبروفيشنال أكترز، إنما كان فينا نقول عفوي طبيعي، يعني حديث هيك كوزي بينه وبين المخرج. قدر ياخد كتير نومينيشنز وكتير أوردز، وبدنا نقول أنه هيدا الفيلم راح على الأوسكارز، وبيحكي عن هيدا الشخص الصغير سورو يلي بيضيع إذا بدنا نقول عائلته الصغيرة بأحد محطات الترين، ومن بعدها بتتبناه عائلة أسترالية، ومن بعدها بيرجع بيعرف مين أهله الحقيقيين. مشوار حلو كتير مع هيدا الكاركتر يلي بيعلمنا كتير تواضع، عم نشوف كتير استمرار. وبدي أقول كمان أنه هيدا الفيلم بيعاني يعني بيعالج المعاناة يلي بيعانوا منها الأطفال يلي بيربوا من دون ما يعرفوا هوية أهلهم. الكاركتر كتير فن مع أنه حزين، وقدر بالأسكيز كتير يخطف الأنظار لأنه هيك كتير زغطور عم بتخيل انه ما بتقدر تسيطري على حركته. سو خلينا نشوف التريلر اللي فين سوا. Yeah.
يلا حلو كثير هيدا الفيلم. بدي اقول لك ماريات انه سورو ما كان بيعرف يحكي انجلش، كان بس بيعرف يحكي هندي، وكرمال هيدا الفيلم تعلم يحكي انجلش، ومن بعدها صار عامل 2 او 3 فيلمز. هلا كبر يعني اكيد صار اكبر وعم يجي كثير ادوار وعم يشتغل على حاله، وبيقول انه هيدا الفرصه يلي اجته هي حلمه عم يتحقق. ثاني فيلم اكيد حاضرينه كلنا، يعني ما بعتقد في حدا بالعالم مش حاضره، هوم الون، والكيد تبع هوم الون. اذا فينا نشوف الصور نحن اولادنا كل الاجيال حاضره هوم الون، كل الاجيال حاضره هوم الون بكل السيكولز تبعها. هذا هوم الون الاكتر بيفور اند افتر رجع عمل ريميك لحاله. بدي اقول انه هو الاكتر غاب عن الشاشه تقريبا 14 او 15 سنه. صحيح. والحلو بهوم الون انه حيا لوقت بتحضري ان كان بكريسماس او غير كريسماس، على طول في شيء بالكاركتر مهضوم ولذيذ بشدنا نحضر هيدا الفيلم. صحيح. اكيد حلو ينحضر بكريسماس. وبدي اقول انه حقق نسبه مبيعات بيقولوا انه هي الاعلى بتاريخ السينما يلي لها علاقه بالديزني فيلمز، وكمان انه هو تنقى من بين 200 اكتر، مع انه المخرج كان مقرر انه خلص له الدور، بس كان بده يتاكد اكثر انه الاختيار يلي هو صائب. وبدي اقول لك ماريات انه هو كثير صديق او كان رفيق لمايكل جاكسون، وبين بميوزك فيديو له بسنه 91. وهو كمان اذا بدنا نقول ضمن اكثر اشخاص كيدز لنقول كانوا ستارز ضمن قائمه التوب 100، سو شيء منه هين ابدا. وكمان معنا تريلر هيك هوم الون، يلا نتذكره سوا. Do you hear me? I'm not afraid anymore. Come Santa Claus here, come Santa Claus right down Santa Claus Lane. Singing ducks and all his reindeers pulling on the rain. خلينا نقول انه هوم الون عمل منه كذا جزء، يعني ما كان جزء. صحيح. واحد بس. يعني هلا ما بعرف، انا بحب شوف الاكتر هو كبير كمان عم يرجع يصور هوم الون، انه عبالي شوف كيف بده كيف بدها تكون القصص، وخاصه انه البلوت معروفه شو هي، بس هيك الفاني مومنتس يلي بيصيروا. صحيح. هو الاكتر المفروض يكون صار اذكى كمان رهيب. بس ثالث فيلم الفيلم اللبناني كفر نحوم. هالمره عم نحكي عن زين، هيدا الشخص يلي هو عاش بسوريا وهو سوري الجنسيه، ولد بدرعا بال2004 وانتقل على بيروت تقريبا بال2012. استقر ببيروت بضواحي بيروت، وكانت العيشه يلي عم بيعيشها ببيروت مثل حال كثير من اللاجئين السوريين بلبنان وبرات لبنان، صعبه وكلها معاناه. نادين لبكي هيدا المخرجة اللبنانية اللي كنا منفتخر فيها، ويلي عودتنا انه الكاستنج تبعها طول بيكون سبيشل، وبتحرص انه ثلاث ارباع الاشخاص يلي عم بيمثلوا بالفيلم هن منهم ممثلين. صح. ولا محترفين، بالعكس هن اشخاص بتلتقى فيهم اوقات بيعملوا لها انسبيريشن. والحلو بنادين انه ما بتعمل تريننج، يعني ما عملت تريننج لزين، انما كانت ديورينج ذا فيلم وعلى السات عم تعطيه تيبس، لانه كنا مثل ما بنعرف انه كفر نحوم مستمد من الواقع، فكانت. صح. عم تقدر تاخذ منه لزين ليقدر هو يعطي الفيلم مش الفيلم يعطيه. كمان معنا بيهايند ذا سينز معه و رحلة تصوير مع نادين بهيدا الفيلم. يلا. إذا مرة ناس بتعرفوا إنك شو بتحكي معهم عادي عادي. فإذا هيدول بتحكي معهم، إيه؟ إذا بتحكي هيدول ليك بتحكي معهم، ضلك جاي فظيعة عن جد. هيدا أقل ما يقال عن نادين. بدي أقول لك ماريات أنه السينما وهيدا الفيلم قدر يغير له حياته لزين. صحيح. يلي دغري راح على النرويج وصار عنده الباسبور واستقر هونيك، وهو عم بيكمل دراسته لأنه ما كان بلبنان عم بيكمل دراسته. فكمان مثل ما هو عطى السينما، هيدا الشخص السينما قدرت تعطيه وقدرت تميزه، وكمان صار ممثل بتو فيلمز. وحلو هيدا الكارير يلي فتحها من هو بصغير. آخر فيلم معنا كمان، خلينا نشوف الفوتوز يلي هن بيفور أند آفتر. ماديسون باتس، انا كثير بحبها هيدي الممثله، مثلت مع شخص كلنا بنعرفه مشهور بلقب ذا روك
يلي هو دوين جاكسون. هيدا البيفور اند هيدا الافتر. مثلت معه بذا جيم بلان، كان عمرها تقريبا، ذكرتها هي وصغيره على فكره، ما عرفتها هي وكبيره، كان عمرها تقريبا 6 سنين، وكان هو عم بيلعب دور البي. ورجعت مثلت معه بفيلم ثاني ديفرنت، يعني ما نزلت البلوت، بس حلو هيك نرجع نشوف الاكترز يلي هيك لمعوا بديزني، لانه الفيلم يلي عملته ذا جيم بلان هو ديزني كمان حقق مبيعات كثير قويه وكثير عاليه. وبدي اقول لك انه صح كان عمرها كثير صغير بهديك الفتره، بس تخيل انه كانت تاخذ بالويك يعني بالجمعه الواحده 10 صفوف دانسينج لتقدر تطور مهارتها. وبعتقد انه اشتغلت على حالها لتقدر تحافظ وتعمل كارير من هي وصغيره. عنا التريلر كمان، يلا بنشوفه سوا. World-class athlete Jill Kingman had it all. Adoring fans, cool cars, and the kind of life anyone would envy. Until the day fate came to his door. My name is Peyton. I'm your daughter. Mm-hmm. Papa's got a brand new bag. Hello. I never had a kid. My birth certificate. Your name is on it. My name's not on this. Joseph Kingman. From Walt Disney Pictures, he will demand discipline. Do you need chocolate? We don't do simple sugars in this house. Kids love sugar. Well, my dad never let me have sugar. Oh, is that why you never smile? But he never had to tackle a challenge this big. I am not qualified for this. Moms, go over there. Now. It all comes down to this. 3 seconds left. Welcome to the magical world of ponies. What happened? Get back! What have we done to deserve this? He's going to need a little bit of bubble bath. Peyton? A whole new game plan. Peyton! What I do? The last guy anyone expected. You've been playing kid your entire life, and I just joined the dad team. Fire! Might just be the right man for the job. Dwayne The Rock Johnson. Want a cookie? What do you think you put in the cookie? Milk, flour, cinnamon. I'm allergic to cinnamon. 3, 2, 1, go. Boston Rebels, experience the heat. Boston Rebels, catch the magic. The game plan. Spike! حلو، حلوين هالذكريات دوريس، لأنه هيك رديتينا شوي بالزمن لورا مع هالأفلام يلي نجحت، مع هالأبطال يلي قدروا يعملوا بصمة حتى لو بعمر صغير. صحيح. وهذا أكبر دليل أنه أطفالنا قادرين يعملوا كتير إشياء فيما لو انعطت لهم الفرصة. صحيح، وأنا عن جد بشجع كل الأهل يلي بيكتشفوا تالنت، وخاصة تالنت تمثيل بأولادهم. في كتير كاستنج ايجنسيز، في كتير ترينينجز بتصير، وركشوبس، وحلو ننمي هيدا الموهبة للولد من هو وصغير، وهيدا الموهبة يمكن تتطور وتصير كارير. سو حلو ينعطى هيدا الشيء، وحلو يتابع الولد من هو وصغير. دوريس، هلا لما بنحكي عن السينما، انت بتعرفي انه دائما خليني اقول هالاندستري بلبنان تنازع، يعني وقليل الاشخاص اللي بيقدروا انهم يكفوا ويحققوا ويعملوا انتاجات ويعملوا افلام، ولكن لما بنظهر برات لبنان دائما الافاق بتكون مفتوحه. هل نحن دائما بدنا نبعث اولادنا لبرا حتى يقدروا يحققوا حالهم حتى فيما يخص عالم السينما؟ ليكي ماريات، انا ما بوافقك بكلمه واحده قلتيها، انه نحن عندنا اندستري. نحن بعد ما عندنا اندستري، كل القصص يلي بنشوفها هي مبادرات فرديه، بس عنا كل الطاقة وعنا الريسورسز إنه نقدر نعمل صناعة. بس بدها مجهود، بدها دعم من وزارة الثقافة، من كل الوزارات المختصة، بدها تحرك للنقابة، نقابة السينمائيين، بدها مجهود، وبدها تنحط بضمن إطار ليكون عن جد عنا صناعة. الواحد بيعرف شو واجباته وشو حقوقه بهيدا المهنة. وأنا بقول إنه التالنت ما بيحدها بلد، يعني إذا واحد موهوب أكيد مع إنه يطلع إذا ما عنده الأوبورتونيتي ببلده. أنا ما عم شجع الناس تهاجر لما حدا يطلع ينتقد، بالعكس بشجع الناس أن تضل لهون، بس الأوبورتونيتي لازم الواحد يتلقط فيها حتى لو كانت برا، على أمل أنه مع الحكومة الجديدة إذا عملت حكومة هيك يكون في نفس جديد. وأنه بدي بس أقول لكل المعنيين أنه وزارة الثقافة لازم تكون من الوزارات الأساسية بالدولة، لأنه عن جد تقدري أنت تجيب كتير استثمارات للسينما. صحيح. بلبنان، وفي كتير، في عنا كل الطاقات وكل الريسورس وكل الفيلمينج لوكيشنز اللي بتخلي هيدا البلد. لكن ماريات، شو بيمنع يجوا يصوروا عنا من برا؟ ما عنا كل شيء.
كل شيء موجود عنا، بده شوية إرادة وشوية تحفيزات مالية وضرائبية من قبل الدولة، ونحن قادرين نطلع بإندستري والدن والشيب. يعني إن شاء الله دايما هيك بدل فيها الإيجابية عندك دوريس، ودايما بتشوفي أمل وبتشوفي أنه المستقبل رح يكون أحلى من قبل. أنا رح أقول لك بس أنه من بعد ما خلص أنا وياك الانترفيو، ضيفي مش رح يكون ممثل وبطل بأحد أفلام هوليوود، إنما رح يكون من أحد الأشخاص يلي لهم بصمتهم بعالم الانيميشن. واو. مين منا ما بيحضر افلام وولد ديزني وما بحبها يعني انا اصلا بحضرها قبل اولادي يمكن. صحيح. وبفتكر كتار مثلي بحبوا انهم يفوتوا على هذا العالم يلي بعتبره انا هو عالم كايند اوف سحر، وبينقصنا بالعالم العربي وبينقلك من عالمك اللي انت عايشه فيه على القليله بهالساعة ونص من الوقت لعالم اخر. بتعرفي شيء عن الانيميشن؟ بتعرفي كيف بيتم الشغل بالانيميشن؟ الانيميشن كتير صعب، والانيميشن جانر مثله مثل حياة لجانر بالسينما للأسف بالمنطقة العربية منا اخذ حقها، لأنه في يقول اسمح لحالي يقول أنه البجت تبعه شوي عالي. بس بدي أقول لك ماريات أنه في كتير ووركشوبس تنعطى أنيميشن للولاد الصغار، لأنه خاصة يعني فيها تالنت بس هي تكنيك كمان، صحلو كمان الأشخاص من هني وصغار يتعلموا هيدا الشيء. برجع بقول يا ريت حتى المدارس بيكون بدل ما يكون في ماث كلاسز مع أهميتهم لكل هالكلاسز، بيكون في كلاسز إلها علاقة بالسينما وبالأنيميشن. جانرا كتير حلو، بعده كتير رير بلبنان وبالمنطقة العربية، مع أنه نحن منحضر كتير أنيميشن، سو ما عنا صناعة لهيدا الجانر، بس عنا كتير يعني منحب نحضر هيدا الشيء. ومثل ما قلتي هو بينقلك لغير عالم، يمكن عالم الأنريل، العالم يلي كله الحياة حلوة، الدنيا حلوة هيك وكلها هوب وكلها إيجابية، وعالم الأطفال هيدا الشيء اللي بميزه. صحيح. أنه صحيح. كله إيجابية وكل شيء حلو، وبالنهاية the end is very happy كل الوقت. So, بس هو مش بس عالم الأطفال دوريس، يمكن نحن كمان بحاجة لهيدا العالم اليوم أكثر من الأطفال. صحيح. بفتكر لا صحيح. لأنه نحن اللي عم نعاني، ونحن إذا بدك التبعات يلي عم بتصير السلبية نحن عم ناخد فيها. مشاهدينا من بعد دوري السابع رح نوقف هيك مع وقف صغيرة مع الإعلان ومنرجع لنتابع شو. لا مش إعلان، طيب خلونا نروح لنعرف أكثر. And Francesco duel for that inside line as they head toward the first turn. Lightning McQueen cannot win the race. Instead of saying ka-chow, he's gonna go kaboom. McQueen needs your help, Mater. You know I'm just a tow truck. It's his cover. Brilliant. Elsa, the past is not what it seems. You must find the truth. Go north. Across the enchanted lands and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. This November. I'm going to change who I am and become a winner. Wow. Find the courage. If there's one person you want by your side at a moment like this, it's your loyal dog. No dog! To dream big. If you really want to impress people, you need to show them you're a winner. يعني أروع أفلام على قلبي وعلى قلب كل الصغار يلي بحبوا الانيميشن وبحبوا عالم ديزني. مباشرة من لوس أنجلوس بينضم لألي الانيميتر اللبناني لؤي مليس بمقابلة حصرية وخاصة. صباح الخير لك لؤي. هاي ماريات، كيفك؟ يعني لازم قلك مساء الخير نظرا لفرق الوقت بيننا وبين لوس أنجلوس. مظبوط، حاطه التيشيرت هون بس بيجامه تحت. اهلا وسهلا فيك لؤي. يعني انه الواحد يوصل لوولد ديزني لهيدا العالم لهيدا الحلم، كنت بتتوقع يجي هيدا النهار لؤي؟ لا ما تخيلت ابدا.
بس كنت صغير كنت احضر كثير افلام ديزني وشوف اسمه اخر شيء يعني يجي اسمه التيم تبعه. وكلبناني يعني ما كنت متخيل يعني اشتغل بهالشركة. عم شوف وراك لؤي كأنه مكتبة، كأنه قصص مصورة، قصص باندي سيني. مزبوط. انت على كل حال بلشت القصة من هون لما اختك كانت تجيب لك هالنوع من القصص وانت تعلقت فيهم. اي نوع قصص كنت تقراهم وتحب انك تشوف صورهم؟ ايه كنت تشجعني على الكوميك بوكس، على الباندي سيني. اوكي. وهيك بلشت يعني تعلقت كثير بكل شيء فيجوال، كل شيء يعني بيقول لي صور، بيقول لي قصه بالصوره يعني. وبلشت يعني اتعلق بالكوميك بوكس وكل شيء يعني باندي سيني. طيب لما كنت صغير وكانوا يسالوك شو بدك تعمل بس تكبر، شو كنت تجاوب؟ كنت اقول كمبيوتر ساينس، لانه كتير أخذت وقت يعني تقبلها يعني. كنت كتير أتلين هم أعمل شيء له علاقة بالفن، خاصة بلبنان على وقتها يعني. أوكي. وجربت كمبيوتر ساينس لشي سنة، وكنت فكر أنيميشن بس كنت أرجع على البيت. وندمت شوي لأنه بحسيت أنه ضيعت شوية وقت لو بلشت أبكر يعني. بفتكر كنت صرت أحسن أبكر. بس never too late على كل حال لؤي. لما بتقول أنت أنه لأنه بلبنان كنت دايما خايف من قصة الأنيميشن، قدي أهلك وأمك تحديدا لعبوا دور بأنه عن جد أنت تقدر توصل لهدفك؟ أمي كتير شجعتني بالكتب. بتذكر كنت اطلب منها كتب يعني اكتب لها على ورقه شو كان بدي من المكتبه، وكمان هيك قصص سخيفه يعني تعمل لي مثلا اذا بيكون عيده جاتو انيفرسير تعمل لي اياه تام مثلا انيميشن تانتان او كابتن ماجد مثلا. وكنت تحب كثير الافلام السينما يعني. بعدني بتذكر اول فيلم حضرته معه بالسينما. وبالعائلة كلنا يعني منحب كلنا الأفلام يعني. خالي عنده كولكشن في اتش اس بالصالون، كنت أحضر أفلام مع ولاد خالي. فهي هيدا الشغلة طلعت جينيتيك لؤي يعني أبن عن جد وصلت لك القصة. بركي. اليوم ليه اخترت الكاتب جبران خليل جبران حتى تحول بعض كتاباته لرسومات؟ في تشالنج اسمه انكتوبر بانستغرام. انكتوبر يعني اللعب على الكلام هو حبر. والشغله انه لازم نعمل رسمه كل يوم باكتوبر يعني 31 رسمه. اوكي. وشفت جمله خليل جبران كثير حبيتها، بتقول ما هاجتي بك في النور اذا لم اجدك فالعتمه. شفتها هيدي يعني why do I need you in the light if I don't find you in the dark. كثير حبيتها وكنت طلع بالي اعمل شيء له علاقه بلبنان، وقلت why not يعني. وعملت 31 رسمه. التام تبعي كان خليل جبران. اوكي. شفنا بالفيديو يلي انا عرضته قبل ما حضرتك تنضم لنا بعض الافلام يلي حضرتك اشتغلت فيهم كانيميتر. اي كاركتر اليوم لؤي بحسه انه هو كثير تعلق فيه وبيشبهه؟ ايف مريت، هذا صعب، السؤال كثير صعب. بس بتعرفي قبل ما اكون بديزني ستوديو كنت بستوديو اسمه بلو سكاي، اشتغلت على فيلم تبع سنوبي وايس ايج. كان شرف عن جد كثير كبير. وبديزني اشتغلت على سيكونس مع إلسا وانا بفروزن. كان كثير صدق يعني المشهد، كثير حبيت اشتغل عليه. وبعرف مريات انت بتحب كثير اولاف، كمان بحبه كثير. يعني بست كاركتر ايفر صراحه اولاف بالنسبه لإلي. طيب اليوم لؤي لما تعطي حياه لهيدا الكاركتر يلي هو اصلا ببلش بخط الايد مرسوم، لما تعطيه حياه، لما يصير عنده اسم، لما يصير كاركتر مشهور على صعيد العالم، شو بتحس الانجاز يلي انت عملته؟ الهدف الاول هي القصه. والهدف الأول يعني كأنيميتر لازم أشتغل على بس كون عم أشتغل على مشهد بدي أعطيك مسج، بدي أعطي للمشاهد مسج أو فيلينج تيقدم القصة لقدام.
اوكي هيدي كل بس هي كتير صعبه، يعني انت اللي عم بتقوله كتير هين ولكن ليتطبق ويتحول للصوره اللي عم نشوفها كتير صعبه. اليوم لؤي حلقه مخصصه لمواهب الاطفال، يعني انت بتعرف بلبنان خليني اقول الاطفال ما بيعرفوا اي مستقبل ناطرهم، مواهبهم كتير كبيره، وشو بتحب تقول لهالمواهب الاطفال تحديدا ولا اهلهم كمان؟ للاولاد بدي اقول لهم ما توقفوا، ما تخافوا، وعن جد إذا في الباشن موجودة عن جد بتكونوا قطعتوا نصف طريق already. وللأهل بدي أقول لهم مش كل شيء حكيم ومهندس، شجعوا أولادكم إذا بتشوفوا شيء سبيسيال عندهم رح تلاحظوا. بحس إنه بلدنا كتير فيه مواهب ونحن شعب كتير بيحب يعبر وعنا كتير قصص نقولها و يعني بحس لازم ينقالوا. ان شاء الله لؤي، ان شاء الله الكل بيقدر يحقق حلمه وطموحه ويوصل لاعلى المراكز مثل ما انت حققت حلمك وطموحك. على كل حال انا موعوده بتور بوالت ديزني لما سافر على ال اي، وبدي معلي من عبرك وجه تحيه لكل الاشخاص بوالت ديزني يلي كنت على تواصل معهم كل هيدا الاسبوع حتى نقدر نطلع افضل شيء من هيدا الانترفيو. انا بدي اتشكرك، وبعرف انه حضرتك عم تشتغل على رايا اند ذا لاست دراجون يلي بده ينزل ب 2021. انا حضرت التريلر تبعه امبارح، فيلم أكثر من رائع. على كل حال والت ديزني دائما معودتنا على أحلى شيء بعالم الأنيميشن. شكرا لك لؤي، تحية كبيرة لك، وبدي حيي أهلك يلي موجودين بلبنان، عائلتك يلي أكيد عم تحضرنا عبر الجديد. شكرا، مرسي، يعطيك ألف عافية. مرسي، باي باي. إذن هيدا كان لؤي مليس معنا مباشرة من LA. حلقتي فيني أقول أنه انطلقت مع أول صبية انضمت لألي باستوديوهات الجديد، نسرين أزي. صباح الخير. بس في بامبر بدنا نشوفه وبرجع بنحكي انا وياك. نسرين أزي بونجور، كيفك؟ اول شيء كثير حلوين شعراتك، لما حكيتك على التليفون ما كان مبين انه في شعرات خضر محطوطين هيك مهضومين كثير. كيفك؟ كنت عم تسمعي والت ديزني مع لؤي، عالم والت ديزني، اي افلام بتحبي بوالت ديزني؟ أنا وألسا. فروزن؟ حضرتي فروزن 2؟ ايه. نسرين قد ايه عمرك؟ 12 سنة، بأي مدرسة؟ اي سي. اوكي، هلا بعرف إنه أنت رح تخلصي من الاستوديو من هون ورايحة دغري على الفحص، عندك إكزام اليوم، كيف تحضيراتك؟ شو؟ منيح مش منيح؟ يوم عربي بعرف كمان. يمكن ما بنعرف. بعد ما بتعرفوا. بس انا عرفت انه في عربي اليوم رح تعملوا فحص عربي. درستي منيح نسرين العربي؟ ايه. طيب اول شيء نسرين قد ايه لك بتغني؟ حلي الميكرو فنسرين بدها تغني معنا اليوم. كثير. قد ايه يعني قد ايه وقت؟ 4 سنين، 5 سنين، 3 years، 3 سنين. طيب كيف عرفتي؟ مين قال لك اول شيء انه صوتك حلو؟ امي. مام؟ هلا موجوده معنا بالاستوديو على كل حال، نقلها بونجور كمان. طيب كنتي كيف بتغني نسرين؟ كنتي مثلا كل الفنانين الكبار بتعرفي بيغنوا هن وعم بيتحمموا، هن عم يعملوا الدوش تبعهم، هن قبل ما يناموا بيصرعوا الحي والجيران، كنتي تعملي هيك؟ ايه. شو بتتذكري شو اول غنيه غنيتيها؟ ايه My heart will go on. هلا I'll sing it. يلا بنبلش، بنعمل مقطع صغير بنروح بعد شوي بنسمع مقطع ثاني، شو رايك؟ يلا. Love can touch us one time and last for بعدها وعي نسرين على كل حال من النوم، يعني ما حدا بيقوم بغني الساعة 9 الصبح إلا عنا على الجديد. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold to. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. واو نسرين، انت بتخافي من الكاميرات؟ اول مره بتعملي انترفيو؟
حسيتك هيك شوي خيفانة، صوتك شوي عم بيرجف بس صوتك كتير حلو. مين بيمرنك على الغناء؟ أنا بروح تونيا أسيس أكاديمي بس بعمل مع سنتيا، هي بتمرن لك الصوت وهيك. حبي هيك تصيري ستار وتغني؟ بدك تقدمي هيك على بروجرام للمواهب للأطفال؟ عبالك هيك شيء؟ عبالك كمان هيك شيء؟ طب أنت مين أصحاب أنت وياه أكتر بالبيت؟ مام أو داد؟ ما بعرف كثير أكشلي. ما بتعرفي؟ طب حدا صوته هيك حلو بالعائلة غير أنت؟ ماي كوزن جيا. أوكي. بيبي سويدن. كمان صوته حلو بتغني؟ طيب يعني شو بدي اقول لك يا نسرين، بكره اكيد اكيد رح يكون في عندك مجالات كثير كبيره قدامك. وعلى كل حال انا وياك اتفقنا على شيء تخبريني اياه، سالتك اذا في شيء سيكريت على بالك تخبريني اياه ما حدا بيعرفه، وعدتيني انك تقولي لي شيء اليوم. في الصف حطيت انه مثل فورت ماشين على الكنسه ماي تيتشر. اوكي. على كرسي الاستاذ تبعك بالصف. اوكي حبيت تعملي فيه الضرب. اوكي. when he sat made a fart noise. اوكي بس هو بهيدي اللحظه شو صار؟ الصف كله غش من الضحك. والاستاذ كانت معلمه او استاذ؟ من الاستاذ. الاستاذ اكيد سال مين عامل هيدا الضرب فيه. شو عملتي يا نسرين بهاللحظه؟ I asked him if I could go to the bathroom. هيك بتعملوا ضروبه بالاساتذه والمعلمات يعني. نسرين نسرين انت قلتي لي بتسمعي عربي صح؟ ايه. لمين؟ فيروز. بتعرفي هيك حفظتي لها شيء غنيه جمله مقطع؟ No but انه as singers if you want to learn a song in a different language like it's like a melody like if you want to practice it like you can do it it's not hard for us. But right now I didn't memorize any Arabic songs for her. Okay, but I can. بحسي لها شيء ولكن تعتبر انه هي مدرسه بكل الالوان يلي بتقدمون وبتغنيون. طيب شو بدك تسمعيني هلا؟ بدك تكفي الغنيه او بدك تسمعيني شيء ثاني؟ كفي الغنيه. يلا. Okay. I'm nervous. خيفانه؟ You're here. There's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. ما تخافي نسرين صوتك كتير 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 حلو. أنا بعرف إنه نحن هلأ الصبح بعدنا وأنا بعرف إنه تمرينات الصوت. قد إيه بتتمرني؟ كم مرة بالجمعة؟ أنا لحالي وبعمل مع سنتيا once a week. مرة بالجمعة. أنا بعرف إنه أكيد رح يكون عندك مستقبل كتير حلو بالغناء وبتحبي أنت أصلاً تحديداً تغني جاز مظبوط؟ بتحبي هيدا النوع من الموسيقى. إيه. رح تبرعي فيه أكيد يا نسرين. دونت وري، بعرف إنه هلا الصبح، بعرف إنه أنت خايفة شايفة كل الكاميرات بوجهك. رح نرجع نعمل الانترفيو مرة تانية، شو رأيك؟ next time. اوكي جود لك بالاكزام هلا. ثانك يو. بدك تخبريني بعدين انه عملتي منيح مش بتعرف حق علي انه انا من وراي ما عملت. شكرا لك نسرين ازي، كان كثير حلو انترفيو، انبسطت كثير تعرفت عليكي. مشاهدينا بتوقف مع اول بريك بحلقه صباح اليوم وبرجع لكفي كل مواهب صغارنا. We'll be right back.
لا واو 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 هي انا لازم زقف شباب بليز زقفه كثير كبيره لا نو واي ميا ماريا بصيبس وراين الهيبه بونجور انت قعدت فكريك ايه قومي 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 قولي لي انا شو كيف كيف هيدي فرجيني كيف عملتي معلي ما كورونا ما لازم تدق فيك بصوتي اخر شيء هيدي كيف اخر وحده اخر حركه هيك هيك لا 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 هيدي اللي منحس فيها الخصر هيك بركي انا بيزبط معي شيء معي شو رايك هيك هيك لك الايدين انتو سيف عم تضحك علي انت هلا اكيد هيك 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 تي مرتين يلا هذا ما رح يزبط شيء معي اهلا وسهلا فيكم صباح الخير صباح الخير انتوا على كل حال ابطال لبنان بالتشاتشا ما هيك وشي ثاني بالسامبا سامبا فظيعين 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 راين كيفك يورجو يورجو ليه عم بعيط لك راين لا كثير هالقد انا هلا على فكره عندي مشكله بالاسامي هلا اكتشفتها معي انت يورجو الهيبه بعتذر عن جديد ميا ماريا بصيبس يورجو الهيبه يورجو كيفك تمام يعني يورجو عاده لما البنت بترقص ما منو يعني انه منتقبل الموضوع بس هيك لما شاب بيرقص كيف طلع معك انه انت عبالك ترقص شفت وحبيت حبيت حبيت كيف شفت هيك اول مره وين شفت وين كنت كيف تعرفت على اللاتن دانس بي ماي دانس كلوب عند سيفتوزا هونيك تعرفت على الرقص وهونيك حبيت انه انت ترقص وكنت عارف انه رح يكون عندك بارتنر مثل ميا ماريا ترقصوا سوا كنت عارف انه رح يكون عندي بارتنر بس مش مثل ميا هالقد منيح طب قد ايه انتوا اصحاب مع بعضكم كثير بتحكوا مع بعضكم برات الدانس اكاديمي او اكيد يلك شو مهضومين اوكي طب على شو بتتخانقوا شكلكم كثير اصحاب لانه اوقات بيصير هيك انه بده يمزح وهيك وانا بصير انه يلا بدنا نعيد يلا بدنا نتمرن بصير هو انه بده يمزح وهيك وانا بضيع بالستيب نتشير عليك يوركو انا بعرف انه انت كمان عندك قصص ثانيه بتهتم فيها يعني موهوب بكذا شغله شو بحب البيانو اوكي 6 سنين بعمل بيانو 6 سنين واو اوكي ودانس وكل شيء طبعا تلحق عليهم كله حسيتك بزنس مان صرت بهالقصص اللي عم تعملها قلتي لي ميا انه انت لما بترقصي بتحسي انه عم تفشي خلقك كيف يعني عم تفشي خلقك اصلا اول شيء شو بيكون مع مين بيكون معصبك هو مش انه هيك يعني هو الحياه او شيء يعني بنسمعه هيك ومثلا بالدرس او هيك بنكون جايين المدرسه دارسين وعاملين فحوصات وهيك نجي نصير نضحك ونرقص وهيك نسمع مزيك عاليه طيب خفتوا هيك لما هلا بلش الكوفيد 19 وكورونا وكل العالم بتباعد اجتماعي خفتوا انه ما تقدروا تكفوا مثلا ترقصوا لانه انتم اثنيناتكم سوا نحن وقفنا انه من وقت الكورونا يعني اول ما بلشت الكورونا وقفنا كوبل وطلع عم نرقص يعني هالجمعه بلشنا يا يعني ليكو شو عمل فينا كورونا ما هيك يورجو مين هيك بالبيت بعذبك اكثر شيء او انت بتعذبه او اختي الصغيره مين بيعذب الثاني لان بعرف انه الصغار بيكونوا كثير فحولين انا بعذبها انت بتعذبها اوكي واصحابي كثير مع مين بالبيت مع امك مع بيك اثنيناتهم بتعرفوا انه نحن قريبين على الاعياد صرنا انا سالتك هيك شو الرساله اللي بدك تكتبها في رساله بدك في كادو ناطره لا مش معين ما في شيء معين ما في شيء معين اكيد إذا بدك شيء وشوشني وأنا بقول له لجورج يعني ما تعتقد أنا بقدر حللكم كل مشاكلكم اليوم شو؟ لا ما في شيء معين هلا رجعتوا تتمرنوا بقوة؟ وي يعني هلا رجعنا على على النشاط وعلى الحماس وعلى الحياة وعلى الرقص من أول على كل حال يعني هيدا الشيء كثير كثير بيعطينا إيجابية وأنا بس شفتكم هيك حسيت أخذت نفس عميق لأنه فرجيتونا شيء كثير حلو والميوزك اللي حطينا ما بين عربي وأجنبي هيدا الميكساج كمان كثير عجبني شو بتقولوا لكل الأولاد اللي بتحب ترقص ومش قادرة ترقص؟ انه تجرب قد ما فيها يعني بالبيت فيها تحط حيلا مزيك وهي تألف من عندها شو ما كان وهي بتعمل الشيء اللي بتحبه الشخص اللي بيعمل الشيء اللي بيحبه يورجو شو بتقول للصبيان اللي بحبوا يرقصوا واهلهم ما بخلوهم او هن ما بيكون عندهم هالقوه اللي انت عندك اياها حتى ما لازم يخافوا ما لازم يستحوا لانه الرقص مش بس معمول للبنات في كتير صبيان كمان والدبكه كمان بتعتبر من الرقص وكل شيء بيعتبر من الرقص فيهم يرقصوا اللي بدهم اياه كيفك بالدبكه مش هالقد شوي شوي اللي شوي شوي بنصير نرقص دبكة شكرا لكم ميا ماريا و يورجو يورجو ما رح غلط باسمك بحياتي خلص رح نختم برقصة مثل ما بلشناها برقصة نسمع ميوزك
يلا موسيقى. ميرسي كثير ميا ماريا ويورغو الهيبه، شكرا كثير لوجودكم معنا. انا انبسطت فيكم كثير كثير كثير. جود لك بكل شيء بتعملوه، وانا بعرف انه دائما بي ام دي سي بالمدرسه اللي حضرتكم موجودين فيها للرقص دائما بتعطوا احلى نتائج واحلى صوره للبنان. شكرا لكم، ميرسي لوجودكم معي. مشاهدينا رح انتقل ايضا لموهبه جديده ولا شخص جديد بينضم لالي لاستديوهات الجديد حتى نتعرف عليه سوا. بونجور، شو رايك تقعد هونيك؟ بونجور بونجور بونجور، كيفك راي؟ منيح. ماشي الحال؟ تمام؟ اهلا وسهلا. قاعد منيح راي او منظبط له القعده؟ لا منيح. هيك احسن؟ اهلا وسهلا. شو؟ كيف الحماس والنشاط اليوم؟ منيح. تمام؟ خايف او سافا؟ سافا. ماشي الحال. انا شو محضره؟ حدا شايف هيدا الشيء محضرته هون انا؟ لانه انا ما رح اعرف، انا ما رح اعرف. رح نقول للناس هلا شو رح نحكي انا وياك. راي، انت شو اكثر شيء بتحب المدرسه؟ مات. مات. انت اي صف؟ ستيام. ستيام، يعني عمرك 10 11 10 10 العمر كله. يا راي، انت بتعرف انه انا ابدا ما بحب المات ابدا. تعلمني؟ لا، لانه ابدا ابدا، يعني من انا وصغيره، من لما كنت بالستيام ما بحب المات. انت مين خليك تحب المات؟ بس انا اللي خليني احبه انه انا بحب المات لانه إلي هين. لا لك هين؟ ايه. من هالبروجرام صار إلي كثير هين. اي بروجرام؟ ماستر مايند اباكيوس. ماستر مايند اباكيوس، شو بتعمل بهيدا البروجرام؟ ري خبرني اكثر. حساب فوري. حساب فوري؟ يعني نحن بنصير نعرف الارقام هلا بقول لك هن بدون ما تاخذ وقت مثلي انا يعني، وبتحسبهم دغري بعقلاتك يعني. اوكي، ومن اي عمر بلشت تعمل هالنوع من الحساب؟ من انا وصغير، بي كان يمرني لتسجلت من شي 3 سنين. من 3 سنين تسجلت وصرت بطل هلا بالماتيماتيك وبالحسابات. يعني هلا انا شو رح اعطيك ما رح يقع عليك؟ لا، رح تكون كثير بطل وقبضاي. رح تحسسني قد ايه انا ما بعرف شيء يعني هيك؟ او لا. ري، انت وحيد صح؟ ما عندك اخوه. ايه. طيب كيف هيك بتقضي الوقت حتى ما تزهق بالبيت يعني لانه لحالك؟ مرات بلعب باللعبه، بروح على الصفوف بعمل كالكول، بتمرن، انه هيك قصص بيقطع الوقت بسرعه. ري الرموز، انت بشو شاطر غير بالمات كمان؟ انا بعرف. نسيت شو قلت لي؟ شو كنت بدك تعلمني؟ بدي اعلمك المات. لا غير المات، هلا المات بده كثير وقت انا وياك، رح نقعد 10 سنين تتعلمني مات، بس انا قصدي شيء اهين شوي شوي من مات. شو؟ نقي. نقي؟ اه، انت بتعرف كل شيء وبتعلمني كل شيء، على اساس انه انت كثير بطل بالكيك بوكسينج. ايه. شو؟ شو هيك؟ كيف هيك؟ هيك؟ مثل ما عم بعملها انا صح او غلط؟ لا. حتى انا هي مش ضابطه معي؟
لا. كيف فرجيني هيك شي حركة؟ واحد أول شي هيدي هيك جاب هيك هيك لا هيك آه هيك بدها تكون أوكي هيك وهي كروس آه هيك وهيك أوكي آه ماشي حالة إنه سبق ولا هما بدون شي هما بدون شي هم هو بزبط أنا وياه شو رأيك نبلش هيك نعمل شوية كالكول أنا رح أفتح على كل حال قبل ما أروح على هيدا التابلو رح أفتح أنا السلولير لأنه أكيد أنا مش رح أعرف مش رح أعرف أحفظهم يعني أوكي ورح أقول لك الأرقام رح بلش بالهيين ونرجع منروح الصعب شو رأيك أوكي بالفرنسي أريح لك إنك تعمل الكالكول بس مش عربي مش عربي خلاص خلينا أون فرنسي منيح طيب 85 plus 65 plus 98 plus 46 plus 27 plus 91 plus 48 plus 32 492 اوكي ما بعرف اذا الكاميرا بتقدر تاخد الاجابه هيك سافا هيدا الجواب هي اول جواب صح اكيد هيدا نحن على الكالكوليتر اخدينه طيب بعد رقم بعد هلا هيك نزيد شوي الحماس رح نعملهم هلا ثلاث ارقام هلا هين ايه لا هلا شوي اصعب اوكي يلا 258 بلس 654 بلس 987 بلس 321 بلس 654 بلس 689 3563 اوكي مزبوط هيدا الرقم 3000 3500 هيك منيح شباب عم تشوفوا اوكي مزبوط اعطاني الجواب الصحيح رأي بعد بدي صعبة اكتر لانه بس هلا صعبه يعني عرفت هلا انا حاطه هيك شويه اكزامبلات قدامي حتى كثير بدي صعب لك اياها حاضر يلا 85876 سافا بلس 658 plus 69 plus 32 86,585 مزبوط 585 سوري 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 أنا لعبت بالسلولير لأنه سوري بس عطاني الجواب المزبوط طيب نعمل شوية ملتيبليكاسيون شو رأيك؟ طيب رح أكتب لك هني بكتب لك هني على التابلو حتى ما أحس إنه التابلو جبته هيك ما استعملته يعني طيب يلا أكتب لك هني هذا بعد ما فتحنا للقلم اوكي عم دشن القلم معك ري يلا ايه مش الحال مش الحال هيك نعمل انا وياك هيك شيء بدك تكتب لي الجواب حتى انا ارجع اعمله كمان على الكالكوليتر مش انه ناف ليكو قد ايه انا ضايعه بالمات يعني أنجأ على الكالكوليتر عارفة أشتغل مزبوط أعطاني الجواب الصحيح برافو بس نقول لهم قديت لي هالجواب بهال ثلاث ثواني يعني أنا اللي بتاخد معي 100 سنة بس تعرف يعني ما فيك تعمل يلا بعد 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 هتا أحط لك رقم تاني راي باب هيك كمان أو لأ هو بمرنة وين القلم القلم كمان شكو شاطرين هيك بالمات؟ كلنا هيدي عملت لك مش فكاسيون هلا دو ايه دو اوكي يعني عم نوع على ري انا بالارقام يبتا وقت اشوف قدي انا بطلع معي اصلا هولي بذات الوقت انا بس انا على الكالكولاتريس يعني 27 كتير كتير مزبوط اوكي عطاني كمان الرقم الصحيح يا الله ري طب بيعرفوا اصحابك انه انت كتير قوي بالماتيماتيك ايه بيعرفوا طب قد ايه بتجيب بالمات سوري 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 قد ايه بتجيب بالمات على بالمدرسه علامات 60 مره واحده جبت 900 مره واحده جبت 9 تروكار على الجيومتري ما لأنه مش كتير كتير شاطر فيها بس كهيك بلا هيك كلهم منسكر العلامات ومنطلع الأول وما حدا بيسبقنا
مظبوط. طيب انت كتير 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 بطل بالحساب ري رموز، وانا كتير انبسطت انه انت كنت معي اليوم، وبرافو، خليك هيك عم بتكفي تتعلم بالاكاديمية حتى لا تصير اقوى واقوى بعد لبعدين. اوكي شكرا، مرسي لك. مرسي. باي. ايضا مشاهدينا منكفي مع الاطفال يلي عم بيزوروا استديوهات الجديد اليوم ضمن صباح اليوم بحلقه خاصه لنضوي على مواهبهم، ضيف جديد نتعرف عليه بعد لحظات. يلي رح يكون معي بهالوقت هلا باستديوهات الجديد. بونجور جو. بونجور. كيفك هلا؟ اول شيء حتى لنقعدك مزبوط على الضو ويطلع كل شيء تمام، هلا اول شيء انا بدي لكم اياه انه معي جو الاشقر، ما حدا ينقذ من كلمه جو الاشقر، جو الاشقر الفنان غير جو الاشقر الموجود معي هون. كيفك؟ الحمد لله. تنبسط انه في هيك انت اسم، اسمك على اسم فنان اكيد معروف ومشهور؟ شو اكيد اكيد. ايه شو مبين خايف مستحي؟ امبارح ما كنت هيك، امبارح كنت عم تحكيني وكان كله تمام. شو من وين جايه هلا؟ جاي من حمانة، نزلت على بيروت ورجعت جيت لهون. كانت الطريق طويلة؟ عجقة؟ ما سافا؟ تعبان؟ قد ايه لك بتغني؟ صار لي كان عمري 4 سنين، بعدني بغني لهلا. ولهلا؟ وشو يعني إذا سألتك شو بدك تعمل بس تكبر غير إنك تغني، بيطلع شي معك؟ هلا أنا حابب أحقق طموحي بلبنان، وحابب انه انشهر وصير فنان بلبنان واسس حالي بلبنان. بلبنان ما بدك تسافر؟ لا بلبنان. طيب هيك بتتابع اوقات الوضع الاخبار، بتعرف شو عم بصير؟ طيب شو مع كل هيدا حابب انه تبقى؟ واهلك شو بيقولوا لك؟ كمان اهلي بيقولوا لي، بيقولوا لك خليك. طيب انا رح اقول لك خليك وبلش لي دغري بالغنى. شو بدك نبلش؟ نحن اتفقنا انه بدنا نسمع شوي ملحم زين، شوي مين بعد معي بس في قبل بلش في يعني غني لبيروت اكيد. يلا. ما بدنا بنار فتني تحرقونا، بدنا تضل بيروت المنارة وكل الناس، كل الناس عليها يقصدونا، اتركونا 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 اتركونا. نحن شعب في عنده حضارة، تنترك أرضنا لا 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 تجبرونا. ما عاد بدنا فيزا ولا سفارة، ولا بدنا عن بعض تفرقونا، ان حربنا بعضنا منطلع خسارة، وفي ناس كتير عم بحمسونا اتركونا. حلو كتير كتير كتير. بشو بدك تكفي بس الموال هلا؟ اي غنية بدك ترجع تسمعني من بعده؟ بحب سمعك لجورج وسوف سلطان الطرب. يلا سلطان الطرب. حلف القمر يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك، حلف القمر يا قمر يا قمر يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك، في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي، يا روحي كملت أوصافك يا روحي. حلف القمر لون الورود، لون الزهر فوق الخدود، زاد الحلا جدايل سود جدايل سود، حيل الكرز فوق شفافك يا قمر، في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي، يا روحي كملت أوصافك يا روحي. جو كتير 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 حلو صوتك، مين بمرنك على الغنى؟
حسب اوقات بمرني استاذ توني البيه وموجود معنا على كل حال نقول له بونجور اليوم اجا خصوصي كرمال يكون معك بهيدي الحلقه. متشكره كثير لانه على كل حال بدي اقول شغله كمان جو مهمه انه في ارقام سوري في اعمار بيكون بيتغير فيها الصوت. انت حاسس هلا انه انت بعمر بلش يتغير فيه صوتك؟ ايه هلا بلش ينضج خلينا نقول ايه نضج وبلش عم بيزيد عم بيزيد. انت مبسوط بهيدا التغيير؟ لا ما كتير لانه قبل كنت علي طبقات واوصل وكان بس هلا على كل حال بس ترجع تتعود على صوتك الجديد وبس هيك توصل لعمر خليني قول 18 بيركز الصوت صح وبتقدر تعرف مظبوط وما تعتل هم ترجع بتعلي بالطبقات ما تخاف يعني. طيب جو بعد بدي ماشي بعد بعد بدي غني لمين بدك تسمعني ملحم زين؟ بسمعك وحدي لمعين شريف. لمعين شريف يلا. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتها يا هاي. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتها. كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين؟ كيف قدرت تقسي علي وتقولي لي ما عاد في اخر كلمه بقلك هي شو بيشبهك تشرين؟ غدار شو بيشبهك انت من دون انذار عغفلي بشتي؟ غدار غدار شو بيشبهك انت من دون انذار عغفلي بشتي؟ وبضيع حب سنين بضيع حب سنين شو بيشبهك تشرين؟ قلبي معذب لكن بعده على حبك صادق بوعده يعشق قلبك لكن بده يتذكر لمين؟ بتروحي الله يسهلك بتضلي بقلبي محلك لكن لازم ارجع اقلك شو بيشبهك تشرين؟ غدار شو بيشبهك انت من دون انذار عغفلي بشتي؟ غدار غدار شو بيشبهك انت من دون انذار عغفلي بشتي؟ وبضيع حب سنين بضيع حب سنين شو بيشبهك تشرين؟ كتير 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 حلو عن جد بده زقفة. يعني أنا كتير مبسوطة لأنه عم شوف فيكن أنت جو عم شوف بكل الولاد اللي مرقت من قبل وبالولاد اللي رح أرجع كمان استقبلها أنه في طاقات كتير كبيرة عنا في مواهب كتير حلوة. أنا أكيد أنه المستقبل رح يخبي لكم كل اللي بتتمنوه وبتحلموا فيه وتحققوا كل طموحاتكم مثل ما أنت بتتمنى جو بهيدا البلد ببلدك لبنان وما تفل منه أبدا. شكرا لك شكرا لوجودك معنا. بريك 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 بحلقة صباح اليوم وبرجع. نرجع مشاهدينا لنكفي هالحلقة الخاصة من برنامج صباح اليوم دائما عبر الجديد. برحب بكل يلي انضموا لنا بهالوقت. عم بعدني عم بتعرف وبعدني عم بستقبل ضيوف صحيح اعمارهم صغيرة ولكن قادرين يعطوا اكثر بكثير من ما نحن بنتخيل وقادرين يفرجونا مواهب كثير مخبية ضروري نحن عن جد نضوي عليها ونقدر نشوف شو هيك هالولاد حاملنا معهم مفاجآت لانه هلا الصبيتين يلي عندي مفاجآتهم كثير كبيرة. آيا وناي نعيم بونجور. بونجور كيفكن؟ منيح. آيا شو الشعرات الحلوين؟ ماشي لابقين لك كتير. ناي انت منيحة؟ ايه. يعني انتو بس بدي فرجي هيك الناس شو بتعملوا هلأ هيدي الورقة ملزقين عليها صح؟ ايه. اوكي هولي خليني اقول كاركترز انتو بتخلقون وهولي التياب يلي بتلبسون هني؟ ايه. هيدا التياب هن قصين التياب من الكرتون ملزقينهم. وين الكاركترز على كل حال؟ تنشوف وانتم مسميينهم للكاركترات مظبوط يعني yeah. خلقين لهم اسم بتلبسون تياب بتحكوا انتم وياهم كانه حقيقه بس كثير صغار يعني كيف بتقدروا تقصوا مثلا هيدا الشوز يعني الشوز ولا ممكن يبين
شوز كتير صغير على كل حال. وهول هيك بتبلش القصة. أول شيء بعطيها أنا بقلها لأي اسم الشخص وهي بترسمه بتقصه، أنا بكون عم بعمله ديزاين لتيه. طب من وين بتستوحي أنت اسم الشخص؟ من الموفيز أو قصص. من موفيز أو قصص. شو آخر شيء هيك استوحيتي؟ شو آخر شيء هيك فكرت فيه؟ طب فرجيني في هول الكاركترز بإيديك؟ ايه وفي هون فرجيني اياهم. اوكي ليكو كيف عملتهم. اوكي بستفرجيكم كيف. اوكي وهيدا على الدفتر. اوكي هيدا اسمها مس مندي. اوكي هيدا الكاركتر اسمه مس مندي، قصينا بهيدا الشكل وطبعا ملبسينا التياب، والتياب الحلو بيتغيروا يعني بنحطهم بسكوتش صح؟ بنقدر نغيرهم، فيها ترجع تلبس شيء ثاني مثلا، فينا نلبسها تنورة بيضة مع توب سودا صح؟ هيدا مثلا مس مندي. خلينا نتعرف على كاركتر ثاني. مس مين؟ مس أوليف. مس أوليف؟ هيدا مس أوليف. مس هي مس أوليف. أوكي عم نعمل هول أشخاص تبع المدرسة، بنعمل بيوت وكل شيء. أها كمان؟ بتعملوا بيوت؟ بعد ما بلشنا بنخلص الأشخاص أول شيء، بنعمل كتير. مس صوفيا؟ ليه عاملين هيك بمس صوفيا؟ حرام ليه طالعة هيك مس صوفيا؟ مين مس صوفيا؟ هي بالكافيتيريا. فانتم مصورينها هي ذاتها هلا يعني. اوكي طيب هلا انتم جايبين لي اوراق وقصص وهيك، فينا نشو نفرج الناس بس تقلكم انه هيدا الكاركتر وهيدا الشوز تبعه بس تحطه تلزقه كتير كتير مش قادره احمل الكاركتر قد ما هو صغير. خلص مش حاطه الشوز بس هيدا الكاركتر يلي انا حملته بس كتير صعب عمليه انه نقص. لا بتاخذ وقت. طيب مين بيعمل موديلات للتياب؟ انا. ناي يعني ناي. انا بعرف انه انت زرتي معمله للمصمم اليسا. كيف لقيت الشغل هونيك؟ كتير حلو. طيب رسمتي لي شي موديل للكبار هيك شي فستان قول. شي هيدا للبارتيز. اوكي هيدا الفستان كتير حلو. هيدا للباربي؟ لا هول لا اذا شخص حقيقي. اذا شخص حقيقي مثلي انا فينا نقص هيدا الدريس ونعمله مزبوط يعني للكبار. اوكي حبيت كثير هيدا الشيء. مين عم بتقلي مام انه في حدا صوته حلو؟ انا. مين انت صوتك حلو كمان يعني مواهب زياده عندي. شو بتغني؟ انجلش. انجلش مثل شو؟ كذا اشياء كذا اشياء. طيب انا رح انت رح تغني لي مقطع صغير وانا وايا رح نقص شيء كثير صغير. شو رايك؟ وبعد برس ايا وعم تعملهم برسم لهم اوض نوم. هول هن اوض النوم. اوكي هول اللي عم نشوفهم هن اوض النوم. كل واحد مكتوب اسمه اوضه مين مكتوب اسمه وبيناموا بقط النوم تبعهم. مش هيك هلا بنرسمها بيجا وقتها بنعملهم هيك نعملهم 3D. يعني اول شيء بنرسمهم بقلم رصاص بعدين من نعملهم شو بعدين عن حقيقه 3D. 3D وبعدين بصير عندهم قط النوم الخاصه فيهم. طيب كتير حلو تعملوا لي قط النوم تبعي. طيب ايا شو رح نقص هيك شيء صغير انا وياكي. تعي قاعده حد شوي لانه حسيتي كتير بعيدة علي. نقينا بنعمل شخص من السيري تبعولتي احلى وحده. احلى شيء من السيري هي المين جيرل. اوكي ايا بتعرف الديزاين عملت لها ديزاين. طيب. شو رايكم صبايا؟ ما بعرف اذا بيزبط ميشيل هيدا الشيء، الصبايا يقعدوا هيك على جنب هون حدي يفرجونا كيف عم يقصوا واستقبل انا بترا بهيدا الوقت. ريتا بليز بليز الاسامي انا وياه. يلا طيب تعوا قعدوا حدي من هيدا الميل ايا وناي وراح اطلب من ريتا. تفضلي ريتا. ريتا عنتر. ريتا بونجور اهلا وسهلا فيكي. انتو فيكم تبلشوا صبايا هيدا اللي كنتوا بدكم ترسموا وتقصوا فيه. رح اترككم هلا تشتغلوا رح نشوفكم نحن كيف عم تشتغلوا بهيدا الوقت وانا بستقبل ريتا. كيفك ريتا؟ اهلا وسهلا ريتا. اليوم انت اكبر صبيه معنا عم نستقبلها بالبرنامج الصباحي لانه بعرف قد ايه الارمونيكا آلي صعبة، آلي موسيقية صعبة، وبعرف إنه بعمر صغير ما بيكونوا بعد بيعرفوا صح يعزفوا مظبوط؟ صح. قد إيه لك بتتمرني إنه بعرف من كتير زمان؟ شي 6 سنين تقريبا. أوكي، بس شو اللي أخذك على هيك انسترومنت خليني أقول مش كتير مع يعني مش كتير الناس بتنقيه لما بدها، إنه إجمالا بسمع جيتار، بيانو؟ مام هي بتحب نجرب أشياء جديدة
وبي انه قال لي انه خلص روحي يعني ليش لا انه جربي اشياء جديد انه ضروري انه تكون نفس الشيء دائما هيك. فتشجعت وكان عندي يعني شانس كبيره وهيك فليش لا ليش لا. ومبسوطه هلا انك اخترت الهارمونيكا هي معك لا فينا نسمع هيك مقطع صغير. احلى شيء انه بنحملها معنا وين ما كان ناخذها هينه دونك فيكي تتمرني وين ما كنتي صح. شو رح تسمعيني؟ مثل ريمكس صغير عن تيك 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 يا مسلمان رسالة على العربية. يلا عملية نفس؟ ايه يعني تقدري تتحكمي بنفسك حتى تقدري تطلع النوت المضبوطة؟ كانت اول ما بلشت كانت صعبة انه كانت دوخ يعني وهيك انه حسب النفس بس انه هلا عادي منا هالقد يعني بتحسي انه انت تعودتي على هيدي الآلة بس هي بالبداية كانت صعبة بالنسبة لإلي لأنه أول مرة نفس وهيك لانه هلا بس عم بركز معك عم بحس انه لا هو كلها لعبه النفس يعني كيف هلا شو يعني من بعد هلا اللي بتعرفي الدقيقه قد ايه بعد في وقت لك حتى تكوني عن جد بروفيشنال بالدق على الارمونيكا؟ يمكن اذا كثير بركز عليها هلا يعني في بفتره قصيره اذا بركز عليها يعني بس انه كهلا اذا ما بتجاهل يعني اوكي هي تستعمل بكل الحفلات الكبيره خليني اقول يلي فيها فرق موسيقيه كبيره مش دايما مش حسب دايما. اوكي وما يعني حابه انه انت تحترفيها ام راح يكون في عندك شيء الى جانب الدق على الارمونيكا هلا اتس لايك ماي فيفرت اوكي ف كغير يمكن بحب بس انه هيدا اكثر بعد فينا نسمع شيء ليش لا يلا كتير حلو شكرا لك كتير ريتا عنتر خليكي معي لانه عم بتشوفي هون شو عم بيصير معنا لك قد ايه عم نقصهم صغار للكاركترز مع ايا وناي على كل حال ما بعرف شو بيصير بالبيت صبايا من بعد ما تفتحوا سبع كراتين مع بعضهم وتقرروا تعملوا هيدا الشيء شو بيصير؟ كلهم خلصن صوت مين بيعلى بس خبروني ما بنخبر حدا صوت مين بيعلى ما حدا مام لا اعترفت انه صوت المام بيعلى من بعد هيدا الشيء على كل حال نحن عم نشوف كنا كيف عم نقصقص وكيف عم نلبس الكاركترز تيابون مشاهدينا نحن رح نكفي بدي اشكركم ايا وناي نعيم بدي اشكرك ريتا عنتر نحن رح نكفي صباح اليوم من بعد هالوقفه الصغيره ها
عودة مشاهدينا لنتابع برنامج صباح اليوم. حق عليك ربيع، كنت عم بتضحكني قبل ما نطلع على الهواء. رح اختم وعن جد رح يكون الختام مسك مع صبي سوبر سوبر مهضوم ورائع، وقررت اني اختم معك يوري نصر الدين. مرحبا. مرحبا، كيفك؟ منيح، كل شيء تمام؟ ايه. طيب ليك فينا هلا نحن ما فينا نسلم على بعض، بتعرف هالشيء، بس فينا نعمل هيك انا وياك ولا حتى هيك؟ ولا حتى، لانه في كتير كورونا. ولا حتى هيك، ولا حتى من بعيد هيك بالكوع، ولا حتى ولا شيء، ما بدك تسلم علي. اوكي، بس فينا نسلم من بعيد. من بعيد هلا نحن منيح ماشي الحال هيك؟ ايه. ما بنعدي يعني، او انت ما بتنعدي؟ ايه. هلا نحن بعاد عن بعض، تمام. ايه. اوكي، انت ليه يوري بتحب السيانس هالقد؟ يعني انت ليه هالقد بتحب ساينس وبتحب تكتشف وتتعلم اشياء جديده؟ لانه انا بشوف شغلات وبصير اقدر كون شيء كثير منيح وكل شيء. قد ايه عمرك؟ 6.5. 6.5؟ ايه. اي متى بلشت هيك مثلا تقرا قصص عن السولار سيستم تبعنا؟ انا كنت احضرهم وتعلمهم كثير، وانا هسه رح اقول لك عن السولار سيستم. فرجيني. ها هي هيدا السولار سيستم؟ مش السولار سيستم رسمي، انا كاتب 10 بلانيتس كثير غريبين. قولي اساميهم؟ ايه. اوكي، انا رح اول شيء اقول لك العاده اللي قلنا، وبعدين برجع بقول لك هودي الثلاثه. اوكي، منهم اول شيء هو الكواكب من قلن، وكمان من قل خلينا نبلش بواحد. اوكي، انه في 8 كواكب بالسولار سيستم. مزبوط. ايه، كان في كوكب بس بطل كوكب، انت بتعرف اخر كوكب؟ ايه بعرف. بطل. اكيد بتعرف. اوكي، هو من قله هالكوكب من قله خليني بالانجلش، قولها بالانجلش. بقولها بالانجلش، خليني شو افكر. نجمه. ايه. شو خليني اقول؟ قول. حسيته بده يغني. بلوتو. مزبوط مزبوط. ايه. اوكي، وهول الثلاثه اللي غير الثمانيه اللي نحن بنعرفهم شو هن؟ هول هن مش موجودين بالسولار سيستم اللي قلنا. اوكي، برات السولار سيستم. برات السولار سيستم تبعنا يعني. اه. اوكي، خليني اسال لك اياهم. تفضل. جي جي 1407 بي. هذا البلانيت عنده رينجز 200 مرات اكبر من الرينجز تبع ساترن. اوكي، وفي جي جي 1214 بي ووتر بلانيت، يعني كله ماي، ما فيهوش علي ولا شوي نوقف، ما عليهش ولا ابدا، ما ابدا ما عليهش لاند. اوكي، ولا شيء، كله ماي. اوكي، ايه. وإسا في 55 كان كراي اي Diamond planet. This planet is the girl's best friend because 55 Cancri E is actually a massive diamond. Okay. Yes. Okay. And that's how those top three planets are. أنا بشكرك كتير. إيه. طيب قبل ما تتعرف على البلانتس بالسولار سيستم تبعنا، شو كنت أحضر على يوتيوب؟ تتذكر هيك لما كنت أصغر بعد؟ كنت احضرهم لهالشغلات، بس قبل هالشغلات كنت احضر شيء تاني بعد. انا هيك في حدا خبرني سيكريت اباوت يو، ما بتتذكر شو؟ لا ما بتذكر. طبخ؟ شو كنت احضر شغلات بضحكه بالطبخ او لا؟ مش بالطبخ، بس بعرف انه كنت احضر يوتيوب شانل لهم علاقه بالاكل، صح؟ هيدا دارين هيك خبرتني الطفل انت وياها، وقالت لي انه انت بتطبخ كمان. بعرف مش كتير، بس بعرف. بس بتعرف. طيب شو بتحضر فاذا شي بيضحك تاني؟ عن جوكس كتير حلوين، بس ما بعرف شو كمان هن. ما بتعرف يعني تخبرني هلا وان جوك؟ بلا، بعرف الجوك عن واحدة. فرجي خبرني هيدا شوف. في جوكس كنت كمان شوفن على جوجل وكتير كانوا بيضحكوا. طيب ليك في ورقة تانية ما عرفنا شو فيها هيدي الورقة.
هيدا عن الكورونا فيروس that causes COVID-19. انت كمان هالقد عم تعمل ريسيرش عن الكورونا فيروس؟ خليني اقول لك اياها. اوكي. الفيروس that causes COVID-19 is one of many viruses with protected outbreak is made of lipids. نعم. These lipids are pin-shaped molecules whose heads are attracted to water and tails are repulsed by it. أكيد ما رح يسلم عليه. Lipids naturally form a shell like this with the heads outside and the tails inside. Their chain reaction to water makes the lipids stick firmly together, forming a shelf. And that's where soap comes in. Mm. A single brand of soap contains quadrillions of molecules called amphiphiles, which are resembled biological lipids. Their tails, which are that compete with the lipids that make up the virus's shell, but they're just enough to break the whole thing. خلص يوري ما فيك تعمل فيه هيك. اوعى حدا يقول لي ترجمة. اوعى حدا يقول لي ترجمة هيدا الشيء يوري. بس انا بعرف انه غير هول انت كمان عامل خطة للبيئة وللمي وللكهرباء، مش مزبوط؟ ايه بس انا اسا عم بقول لك عن فيروس. ما بدك تحكي عن هوليك، بنتركهم لحلقة تانية. يعني نحن هلا دونك خلص، نحن هلا فهمنا قصة الفيروس وفهمنا قصة السولار سيستم. ايه في بس بعد شوي مع الفيروس. شوي تفضل. انه هودي السمول called amphiphiles. نعم. هن they compete with the lipids that make up the virus shell. But they're just enough to make the whole virus die. But then these lipids form bubbles of their own between particles concluding the virus's RNA and proteins. And put water on your hands with the soap and you will wash the virus away. ما هو يوري ما قال لي ما رح يوقف قبل ما يخلص يخبرني قصة كورونا، مش مزبوط هالشي؟ طيب يوري بتوعدني مرت الجاي بس بدي أعمل حلقة تانية ترجع تجي؟ ايه اكيد. تكون معي مرة تانية؟ ايه. بس انه بدك تجيب لي بعدين خطة تانية بس. ايه انا اسا خلصت عن الكورونا فيروس. اسا؟ لا هودي القصة غير حلقة. هول قصة بدنا نحكيهم بغير حلقة، شو رأيك؟ بغير حلقة بدك تخبرني عن الكهرباء وعن المي وعن البيئة وبعد شيء تاني كمان عن الأونلاين. ايه. درس الأونلاين. ايه هو. شو رأيك؟ كتير. هو بحلقة تانية. قبلت؟ ايه. دير؟ ايه يس. عنا أنا عم بخطو. عنا حدا حابب يطلع معنا على الزوم بهالحلقة. نحن على الهواء؟ على الهواء. مين؟ مين؟ هاي مام. ريتا؟ سوبريز. ما فهمت بس ريتا شو عم تعمل معي؟ ما بعرف وين بدي اطلع فيها اول شيء. شايفتها قدامي. اوكي. هاي مام. هاي. لا بس ما عرفت، ما حدا قال لي شيء. ميشيل شو الموضوع؟ اوكي ريتا شو بدك تخبريني؟ ما انت ليه معي؟ ما لانه جوني بوكو. اوكي 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 ريتا. هلا انا يعني ميشيل عم بتقول لي انه حبوا انه يفاجئوني بريتا. ريتا بنتي، لانه ريتا كثير بتقرا. وراح هيك احكي معك شوي ريتا، صراحه تفاجأت. ريتا قد ايه بتقري كتب؟ كثير 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 كثير. اوكي شو اكثر شيء بتحبي تقريه؟ مثل هاري بوتر او اغاثا كريستي او بي دي مثل تانتان او yeah. بس قد ايه بتقري بالنهار؟ شي مينيموم شي 3 ليف. بس بدي اقول انه ريتا بتوعى عم تقرا، بتاكل عم تقرا، بتنام عم تقرا، كل الوقت عم تقرا. صرنا قارين اكثر من 1000 كتاب بفتكر لليوم. ريتا بعرف انه في كثير اولاد يمكن بتحب انه يكون عندها مواهبها الخاصه. ريتا غير انها بتقرا كمان بترقص دانس. ريتا انا كثير بقول لك ميرسي على هيدي السربريز، كثير انبسطت فيها. هلا مش عندك كور اونلاين؟ بلا.
اوكي ميرسي ريتا. وانا شو بتنصح الاولاد يلي ما كثير بيقروا، كيف تشجعيهم انهم يقروا؟ حسب شو راح يقروا، يعني حسب quel genre de livre ils vont aimer. Qui commence avec un livre, s'ils n'ont pas aimé ce genre de livre, ils commencent à lire un autre. Et sinon, ils vont après savoir quel genre de livre ils vont commencer à aimer, ils vont continuer à lire. اوكي فإذا ريتا بتقول لكل الاولاد انه يبلشوا يقروا شو ما كان بس يحبوا الستيل تبع الكتاب، اذا ما حبوه يقدروا يغيروا الجانر وراح يحبوا اكيد انهم يقروا. شكرا كثير، ميرسي مام، ميرسي ميرسي ميشيل على السربريز اللي عملتي لي اياها. يوري ميرسي كثير، بس نحن عندنا لقاء مره ثانيه. اخر فقره ببرنامج صباح اليوم بنتابعها من بعد هذا الفصل الاعلاني. لنعرف أكثر مع أيليد، معي رانيا حايك رحمة مديرة قسم الإعلانات بشركة أيليد، ومصطفى زين مدير حسابات الزبائن. صباح الخير. صباح النور رانيا، الحمد لله على السلامة. اشتقنا لك. وأنا كمان اشتقت للهوا يعني، واشتقت لك تحديدا. صراحة نحن استفقدنا لك خاصة معي، أنا معودة عليك صح. كل أسبوع ألف الحمد لله على السلامة. ميرسي كلك. أهلا فيك. اليوم شفنا هذا الفيديو يلي يمكن هو بوقت قليل عم يوصف شو قادرين تعملوا سبيشالي للإن جي أوز، يعني اليوم الحلقة خلينا نقول خاصة بالإن جي أوز. نفس الخدمات بتتقدم رانيا للشركات وللان جي اوز؟ هو اكيد دائما في عنا بالفيديو شفنا الجنرال خدمات اللي نحن بنقدر نقدمها للكوربوريت وسبشالي للان جي اوز. ولقلك ليه تطرقنا انا ومصطفى نحكي بهالحلقه عن الان جي اوز، لانه اجينا كثير كورس عم بيسالوا هل نحن بنعمل سيرفيسز للان جي اوز وفي اشياء ديديكيتد؟ ايه في اشياء ديديكيتد. خليني ابلش شوي اشرح اكثر عن الفيديو وليش نحن اخترنا نحكي فيه اكثر. بدايه حطينا البراندنج اللي هو اساس كل شيء، بتعرفي انه كل انسان بحاجه لهويته يفسر عنه، وذات الشيء للان جي اوز وذات الشيء للكوربوريت. سو دائما بيبدا كل شغلنا بالاسم باللوجو بالكولاترال تبعهم، هدول الاشياء الاساسيه اللي بنعتمدها بالبراندنج، الكولرز، الاشياء اللي الاسم الكاتشي، السلوجن اللي بدنا نعتمده اللي هو رح يكون عم بيوصل. كل ان جي او في عندها بالنهايه هدف بدها توصله، سو سلوجان مع اللوجو مع الامبلام اللي عم نعتمده هو اساس تعرفة الان جي او. هيدا بشق البراندينج. ننتقل لبارت الكامبينينج اللي هو اول شغله بنعملها بعد ما نكون انتقلنا من بارت البراندينج، هي الماركتينج استراتيجي اللي بنعملها، الاناليسيز، الريسيرش اللي بنعملها، وسبشالي للان جي اوز لانه كل ان جي او عندها كيس معينه وعندها تارجت اودينس بتوصلها. اكيد نحن بنوصل لكل العالم ونفسر لهم هالان جي او شو بتشتغل، بس في تولز في خدمات بنختارها مختلفه عن الشركات العاديه. سو الميديوم اللي بنقيهم بالميديا بلان بيختلفوا. اوكي ايفن بالميديا بلان تبعنا نحن عاده بنشتغل اوقات سنوي اوقات 6 اشهر، للان جي اوز اوقات بنشتغل كيس باي كيس، اوقات بنشتغل شهري. ليه؟ لانه كمان اتس ديبندينج على الموسم، على الاشياء اللي بنغطيها. اكزامبل حدث الانفجار تبع بيروت، اختلفت كل الميديا بلان تبعنا. ليه؟ لانه صار في ان جي اوز ضخ شغلهم مختلف. سو بالميديا بلان نحن بنشتغل على تفاصيل ميديوم لازم ننقيها للان جي او تتوصل لاكبر عدد عالم، وكرمال الدونرز تقدر تكون عم بتساهم معنا والعالم تقدر تتعاون قد ما فينا.
وفي كمان اكيد طول الاسماس مع المسمى الشط اللي هي كتير معتمدة. ننتقل لبارت الاونلاين اللي رح يحكي شوي كمان في مصطفى اكتر ونرجع منكفي بباقي السيرفيسز. مثل ما قالت رانيا قديش هلا شغل الان جي او صار مهم. نحن يعني هلا كل العيون على كل حال على الان جي اوز وكل الناس ناطره شو معقول يكون الدوفار. خليني اقول لانه هلا هي عندها دوفار بدها تعمله على الارض ببيروت. فنحن هون كشركه ايليد عملنا مثل صوره كيف ممكن نحن نكون موجودين كيف نساهم مع حول الان جي اوز ليقدروا يوصل للهدف تبعهم. نعم. الان جي اوز بنعرف يعني عم يعملوا شيء انساني يا في مشروع عم بينفذوه على الارض. نحن عم بدي احكي لها بشق السوشيال ميديا قد ايه صار مهم انه يكونوا على السوشيال ميديا ليوصلوا مشاريعهم واهدافهم. نحن بايريد بنشتغل على عده مراحل. دائما نحن في عندنا عباره عن كالندر بنقعد مع الان جي او بنعرف شو الهدف تبعهم شو المسج بدهم يوصلوها. نحن عندنا تيم عم يشتغل في فيجوالز محددين في كالندر بتنعمل بوقت مسبق بتتجهز بتحضر هيدي بتكون التارجت تبعنا اللي بدنا ننزل فيه مثلا بديتس محددين باوقات محدده لنكون نحن موجودين فيه. كمان في بارت البوستنج بعد ما عملنا الكالندر ونزلناها في شيء لا يقدر يوصلوا لاكبر عدد من الاودينس من العالم لا يقدر يوصلوا الفكره تبعهم المشروع تبعهم في البوست لازم ينعمل اللي هو نحن كان نحن بنديره نحن بنهتم فيه نحن بنقول لهم وين التارجت تبعكم نحن بنكون مثل مستشارين لهم عم نساعدهم طبعا لانه بتكونوا عم بتحددوا كمان اطر شغلهم يكون احلى وافضل ويوصل للناس الصح بهيدي الطريقه. صحيح. وكمان في عندنا هلا هي شوي ترندي هن في عندنا البلوجرز والانفلونسرز هول اللي هلا صاروا مؤثرين بالمجتمع بيكون. فكمان على هدف كل ان جي او او شو المشروع تبعها فيك ممكن نلاقي في انفلونسر محدد فينا نستفيد منه كمان انه نقدر نوصل يساعدنا ويدعمنا لنقدر نوصل المسج تبعنا بوقت اسرع. اكيد. ان اديشن بس بدي زيد شغله على قالوا مصطفى بالسوشيال ميديا كمان صار في كفرج لايف للكيسز. يعني نحن عنا الاكويبمنت نقدر نطلع لايف. بتعرفي ايام زمان كان اللايف يطلع مخشخش كونكشن منا منيحه. بايليد عنا الاكويبمنت الكامله تقدر تطلع لايف كانك عم تحضري حلقه على التي في. لكيسز معينه نشوفها ونقدر نغطيها ونعملها بوست بالعالم كمان. فهدول التكنيك للان جي اوز سبيشال بينشغل عليهم لانه في كيسز خاصه بتنزلي فيها على الارض وبتغطي التغطيه الكامله. صح. مثل ما كنا نحكي قبل يعني نحن بايليد كل التكنولوجي اللي منعوزه وكل شيء جديد نحن موجود عندكم اكيد. وكمان بدي احكي عن الاونلاين بريزنس قد ايه هلا مهمه. هي بتتقسم لعده نقط. اكيد انا حكيت معك قبل عن موضوع الويب سايتس وقد ايه مهمه وقد ايه بتعطي فاليو وقد ايه كيف نحن بنشتغلها لنقدر نوصل هيدي المسج. لانه كل ان جي او عندها في كيسز في عندها مشاريع اشياء على الارض بتعملها. كيف بدنا نقدر نعمل لينك نحن بين العالم تفوت على هيدي الويب سايت تعرف الان جي او هي شو عم تشتغل شو عم تعمل كيف عم اذا في تبرعات عبر هيدي الويب سايت كذا بدها تكون اي كوميرس ويب سايت لهم نحن بنساعدهم. نحن هدفنا او شغلنا او التيم اللي عندنا هدفه انك تفوتي انت على هيدي الويب سايت نبني هيدي الثقه بين اللي فايت او الاودينس اللي عم يفوتوا يشوفوا هلا ان جي او شو عم تشتغل شو عم تعمل شو عم تقدم. وطبعا طريقه طرحها على الاونلاين كان ويب سايت او شيء ثاني او بيجز لها رح تكون كثير مختلفه. صح. لانه انا لما فوت على ان جي او بتشوف عن جد قد ايه فيها تساعدني وقد ايه انا فيني استفيد من خبره هيدي وقد ايه بدك توثقي فيها. صح. ايفن الكونتنت بيختلف. يعني بطل عم تبيعي انت برودكت او عم تبيعي سيرفيس معينه انت عم بتسوقي قضيه عم تسوقي كيس. يعني الكونتنت اللي بنختاره للسوشيال ميديا او للويب سايت هون شغله الكوبي رايتر اللي بيقعد مع الان جي اوز بيفهم اكثر كل كيس بكيستها. طريقه الصياغه بتختلف اللانجويجز في عنا دائما للان جي اوز ديفرنت لانجويجز يعني عم في كثير بتفاصيل وديتيلز على كل حال يمكن هذا الشيء بيخلي ان جي اوز ينجحوا اكثر من غيرهم 100%. مشان هيك نحن دائما البرين ستورمينج اللي بنشتغله على الاونلاين عم بيقولوا مصطفى مختلف جدا عن الكوربريت كلاينت لانه في ديتيلز بالان جي او منها موجوده بالسيرفيسز او بالبرودكت بدك تضوي عليها بدك تصوريها بالصوره الصح. صح. كافي كمان بالدونيشن اب كمان. صحيح. بس كمان بدي اقول شغله في كثير عالم لما تروح اي حدا عم يعمل اي ويب سايت عم بيشتغلون على طريقه تمبليت او شيء جاهز. نحن لا نحن بنشتغل الويب سايت رقم زيرو كيف هو بده نحن بنعمل له اياه مثل ما هو بده اياه واكيد نحن بنفيده بنقول له بننصحه بنضل حده. كمان بدي احكي عن نقطه ثانيه انه كمان الدونيشن ابس نحن هلا نعرف
كلنا ما في حدا ما عنده ابلكيشن على تليفونه. صح. وقد مهم كمان الان جي اوز اللي عندهم مشاريع هلا او بدهم فاندز يكون عندهم ابلكيشن. صحيح. أوكي. وبدهم عالم ايام تساعدهم في مشاريع. اذا انا شيء ان جي او بلبنان بدها عندها مشروع بدها عالم تساعده وفي عالم بتحب تساعد. نحن هون كمان بنهون هالطريق كثير. كمان مثل ما قلنا قد هي الويب سايت والاب بيعطوا هيدي التراست هيدي الثقه هيدي الفاليو. كمان كيف شو تقدر انت تفوت اللي عندهم تقتنع فيهم تشوفي مشاريعهم لتوصل لاخر بارت انك تتبرعين لهم. ومثل مره قلت اللي عم يتبرع هو عم يتبرع من القلب للقلب هو عم بيساعد العالم عم يعطيهم. فنحن هون كثير بهمنا خاصه للان جي او قد تبني هيدي بس الكونكشنز وهي التراست الثقه اللي بدها تكون كثير قويه وكثير موجوده بيناتهم. ونفس الوقت نحن في عنا شيء اسمه اس اي او اللي هو بعد ما نشتغل اول بارت الويب سايت وكمان الموبايل اب لتقدري توصلي لهالموضوع لازم تكوني موجوده على جوجل. لانه كلنا اول ما نبلش ندور على شيء اول شيء نفوت عليه هو جوجل. هو دائما يعني بتحط الاسم وبتشوف جوجل شو بيعطيك باول صح. صفحه على فكره. صح. كمان هو اللي هو اعلى رانكينج هو الدكسيونير تبع حياتنا اليوميه. صح. يعني صح. ننتقل للفيديو برودكشن اللي هو اساس هلا كل الان جي اوز كل شيء صار بده يكون موثق. مشان هيك نحن بالفيديو برودكشن عنا عدة تولز بايليد بنشتغلها لانه بالفيديو برودكشن عنا الدوكيومنتري عنا الانفوجرافيك عنا الانيميشن عنا التصوير اللي على الارض لكيسز معينه وعنا اكيد التي في كوميرشال اللي بدنا نستعملها. سو فيديو برودكشن هو اساس لان جي او صار مطلوب بطلنا بعالم 2020 وخاصه بالديجيتال هلا ما فينا نوثق الاشياء اللي عم نعملها ثرو فيديوز. ومن هي اخر شيء بالايفنتس الايفنتس اللي كنا نعملها قبل الكوفيد 19 اختلفت شوي بعد الكوفيد 19 فيرتشوال ايفنتس بتضل طريقتها هي ذاتها بس بطريقه مختلفه انه صارت اونلاين في تباعد بيناتنا من ناحيه البريس ريليس الكفرج الثيم اللي بنختاره الفن ريزنج الاوكشن اللي ممكن ينعمل والتيم بيلدينج اللي هي كتير اساسيه كمان للان جي اوز بحاجه يتنفسوا. سو نحن شغلتنا كمان نقدم لهم هالتيم بيلدينج اكتيفيتيز لهم كرمال يضلوا اوير بالاشياء اللي عم بتصير ويكونوا دائما هيك نشيطين تيقدروا يشجعوا هالعالم على الارض. يعني بدي اشكر. بعد في شيء بدك بس شغله صغيره بدي اقول لك كل النقط نحن حكيناهم هن عباره عن حلقه كامله متكامله. نحن فينا نشتغل ببارت او اثنين او ثلاثه منها بس هن كلهم اذا حدا بده يشتغل از بروجكت كلهم لو بتلاحظي كل اللي حكيناه كلهم بيكملوا بعض كلهم بيوصلوا او نوصل للهدف تبعنا بطريقه الصح. واكيد نحن بايليت انه دائما موجودين معهم بنساعدهم وبنضل سبورت 24 ساعه بنكون. لا انا ما عندي شك بهذا الشيء على كل حال لانه انا هيك طلبت شغله صغيره من رانيا فكانت عن جد كل الوقت عم تعطيني رأيها وعم بتساعدني فيها وهيك فبعرف قديه يعني بخضم شغلها كانت عم بترد علي دايما فبعرف قديه أيلين عن جد تنتبه لكل التفاصيل وبتتابعه كل الأشخاص إن كان شراك إن كان NGOs وإن كان أشخاص من الأول للآخر. شكرا رانيا حايك شكرا مصطفى الزين لوجودكم معنا. مشاهدينا أنا بدي أشكر كل متابعتكم من الساعة 8:30 لهلأ. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالحلقة الخاصة يلي اكتشفنا فيها مواهب أطفالنا وأنا بوعدكم إنه ما رح تكون الأخيرة رح يكون في حلقة تانية بتلحق هيدي الحلقة لأنه عن جد بعد في كتير مواهب عبالي أني ضوي عليها بس بحلقات مقبلة. شكرا كتير لكم.